المصرية. تقول بلي ثلاث لقاءات كانت صعبة في الأسبوع الماضي، لكن لم تتحدث عن ثلاث لقاءات المقبلة ضد الشباب وضد العلمة وضد أيضا الاتحاد العاصمي. راح نكملوا في العمل تاعنا وفي المشوار تاعنا، وما يخفاكش كي تلعب ثلاث مقابلات في ملعب 5 جويلي هذاك الفريق الوطني الجزائري وما قدرش يلعب فيه، فهمتني؟ ماهيش سهل، باسكو علاش؟ حنا ندربوا فوق لو طارتون تلقى روحك تدرب فوق الكازو ما يعطيكش ميم با اون سيونس دونترينمون. فيه هذا الاخر والتعب على بالك، ما عندناش كيما نقول لك فريق متكامل، عندنا عده جروح تدريجيا من مقابله لمقابله. كما نقول لك احنا رايحين نديروا كل الوسائل باش نصر حسين داي تفوز بالمقابلات هذه. النتيجه هشام نتيجه 2-0 ماشي 2-2. 2-0 او يقول كويس يقول بان النتيجه 2-0 ماشي 2-2. لا معليش، انا نعرف الحراش باللي اليوم حتى الكره وشنو احنا ما سهلنالوش، غلقنا كيما نقول لك المقابله. علاش ما كانت عندها عندنا كيما الكوتي فيزيك اون بوفي با ريبوندر باش نديروا مقابله كما ينبغي كمولوديه الجزائر. هذه اخترناها الطريقه، وحط سعيد المصطفى كويس. شكرا. شكرا.